السلام عليكم، كيفكم؟ رجعت، خلص العيد، كل شيء تمام، كل شيء تمام، رجعت خلاص. في شيء صار قبل 5 أيام هز الإنترنت وغالب سمعت فيه. نزل تطبيق جديد اسمه ثريدز. في حياتي ما صار عندي إدمان على أب بالسرعة اللي صارت معي هلا. إيش هو ثريدز؟ ليش طلع؟ ليش هذه المنصة راح تنجح كثير كثير؟ شو دخل تويتر في الموضوع؟ ليش تويتر راح تفشل؟ والقصة فيها كثير 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 أعماق. إيش هو ثريدز؟ ثريدز هو تطبيق نسخة حرفية عن تويتر. امسح اسم تويتر وحط ثريدز، خلاص شكرا، خلص الفيديو. هيك الموضوع حرفيا. المنصة اللي استعملها فيكم هيعرف أن الموضوع نسخة تماما عن تويتر. كل الخاصيات، الفكرة عامة، كلها عبارة عن تويتر. والفكرة من تويتر شو؟ هي منصة تكتب عليها بوستات كتابية. فأول شيء لازم تعرفه عن ثريدز إنه متى عملته، متى اللي سابقا عملته. فيسبوك التي هي تملك إنستا، واتساب، واحد منهم ثريدز. كلكم تعرفوا المدير التنفيذي لشركة ماتا، الشخص الذي نص الكوكب مقتنع إنه روبوت، والنص الثاني مقتنع انه سحلية. الشخص عن جد كان غريب. الشخص هذا عنده تيشيرت واحد من الملابس، لون واحد من الملابس عشان ما يفكر يلبس كل يوم. فالشخص ممل جدا. والطرف الثاني من عندك شركة تويتر. اذا الموضوع يهمك لان هذه المنصة الجديدة كثير كثير راح تكبر كثير. الجهة الثانية عندك تويتر اللي استحوذ عليها مين؟ ايلون ماسك. اظن انكم كلكم تعرفوا ايلون ماسك، واحد من اغنى الشخصيات في العالم، وكمان مدير تنفيذي للتسلا، شركة من رواد الفضاء. هذول الاثنين ايش بينهم؟ بينهم خناقة، والخناقة كبرت كثير، كبرت لدرجة انها وصلت تقريبا لمصارعة. متى بلشت الخناقة بينهم الاثنين؟ بلشت الخناقة بينهم عام 2016. قلت لكم ان هذا عنده شركة فضاء اسمها فيكس. فعلا هذا الموضوع في سنة 2016 مدير في سكته كان بده يطلع ستريلايتات فيسبوك للفضاء. اخذ خدمة سبيكس شركة ايلون ماسك، واللي صار وقتها ان الصواريخ اتفجرت، وايلون ماسك تسود وجهه كثير كثير، انفجرت الصواريخ اكيد فشلت الدريع. فانون ماسك حكى في وقتها ان خاب ظنه بشدة، ومن هون بلشت العداوة اللي بينهم. يعني تقريبا في 2018 بلشت تطلع تريق فيسبوك قصة ان فيسبوك يتبع بتبيع دايتا معلومات، والفضيحة انها على فيسبوك. ومن بعد صار يعرف معلومات الناس، فصارت يعني فضيحة في ايلون ماسك. ما صدق فجمع على فيسبوك، ووقتها انتاج شركات على فيسبوك. دايوان ماسك ما عنده لا اكوت انستغرام ولا اكوت فيسبوك ولا اي شيء، ومن هون اشتدت العداوة بينهم. فاما الان ليش تويتر راح تفشل؟ فاللي صار قبل اسبوعين في 2023 تماما، اعلنت شركة متى انها سوف تنزل تطبيق جديد. هو من المواصفات اللي حكوها كانت كثير واضحة انهم مع مين عم يتنافسوا، عم يحاولوا ينافسوا تويتر. ومن نص رسمي في حد كبير في شركة متى حكوا انهم بدهم منصة، بدهم منصة تدار بعقلانية، انه يكون عاقلين اللي ماسكين المنصة. وقصدهم على مين؟ قصدهم على ان ايلون ماسك مش عاقل. ايلون ماسك شورى يعمل رد على تويتر ان يحكي على الموضوع، فكتب انه تحدى مركز السحلية ينزل معه مصارعة، وبنفس اليوم رد عليه على الانستغرام يبعث لي لوكيشن، فصفى فيه جدا مصارعة. طبعا السوشيال ميديا الأجنبية كلها كانت تحكي على هذا الموضوع أن الخناقة راح تصير بينهم. فصار إلى أن نوصل لليوم، اليوم اللي نزل فيه تطبيق ثريدز اللي حاليا أظن أن كل حدا نزله هلأ عم يستعملوه ومش قادرين يطلعوا منه. طيب ليش هذه عم تنجح وتويتر راح يفشل؟ وليس ما تحقق إيلون ماسك مش عقلاني، إنه عم يتغابى. ايش كان ايلون ماسك قاعد يتغابى بتويتر؟ ببسطها لك. ايلون ماسك حكى انه بده يشتري تويتر، حكى انه انتسب، حكى انه في يده منصة تكون شاملة للجميع.
ويده تكون تدعم منصات حرية التعبير من النواحي اللي احنا قاعدين نفكر فيها. فكل حد يتعرفه موجود على هذه المنصة هي يعني راح تجبر حالك تعمل هذه المنصة بس عشان لك تظل متبع مع الناس شو الشغلات اللي عم تصير. يعني كل عوامل اتاح انستغرام فيسبوك موجود بهذا التطبيق، وعندها الإجابة يروح ياخذ مستخدمين من الانستغرام موجودين اساسيا يجيبهم على طول. هذه راح تنجح 100%، راح تعطيك ادمان عليها، راح تعطيك تجربة جديدة عن الانستغرام. تتمالح عليه، توري الناس شكلك، عم توري الناس شخصيتك اللي هي مش موجودة. تخيل عزيز المشاهد، اكبر 4 منصات تواصل اجتماعي موجودة ولا تحت ادارة نفس الشركة، ان في شركة واحدة تمتلك كل هذه القوة والقدرة انك توصل شو ما يكون بجد عدد كبير من الناس. صدق جدا كبير، عن جد كبير جدا ابدا، ويكون كله تحت ادارة شركة واحدة طالع عليها في الفضاء قبل انها تتبع معلوماتها او انها سبب ثورات كثير بلاد في افريقيا. هل هذا الشيء صح من شركة واحدة يكون عندها عن جد قوة؟ عم يتحدوا بكل شيء، يتحدوا بالافلام، انها شركة عندها تحكم بايش يوصل للناس بعدين وفجأة. وفكرة انه ما فيش منافسين بحجمه اللي بيخوق عن الموضوع، صح؟